بتهيألي فترة تشيلسي بالنسبة لك هي الفترة الأفضل، يعني بدايات وانطلاقة طبعا في نابولي كانت مهمة جدا في وجود طبعا أساطير زي كاريكا وزي مارادونا وحققتوا إنجازات، أعتقد دي الفترة الذهبية لنابولي، لكن بتهيألي برضو مرحلة تشيلسي بالنسبة لك يمكن تكون هي المرحلة الأطول والأهم. بالطبع بالطبع، فترة توهج جان فرانكو زولا كانت مع تشيلسي، برغم أنك بدأت في نابولي وأنا أعشق نابولي وأحترم نابولي ولعبت مع بطل عظيم زي مارادونا وفرناندو دي نابولي وترافاني، كان هؤلاء عظماء ساعدوني ويجب أن أشكرهم من خلالك، ولكن عندما ذهبت إلى تشيلسي وجدت لاعبون أكثر تطورا والكرة الإنجليزية كانت سريعة من الكرة الإيطالية وتطورت جدا في تشيلسي، لذا تعتبر محطة تشيلسي هي المحطة العظيمة في تاريخ جيان فرانكو زولا، لأني نضج نجم زولا وكانت فترة هائلة بالنسبة لي.